بس في صعوبة أنت يعني كنت تحسب فيها أنت وأنت يعني ذاك المبتدئين إحنا. أي طبعاً شو لك يعني؟ إحنا نحاول نغني يعني مثلاً عم لو كان نسوي الشيء المطلوب. لكن لما نيجي مثلاً في البرامج نيجي في حفلة نيجي في أي شيء نغني فيه صعب إنك لسه تطمك ولسه عرفت. أنت عالكم شغلة وهذا هذا متعارف عليها عالمياً إنه باللايف يعني بالواحد قدام جمهور وقدام كاميرايات وقدام اودينس يعني بالبرفورمانس بتخسر 30 ل 40% من يور برفورمانس. انا بالنسبه لي 30 40% كثير يعني. مشان هيك بقولكم بالتمارين تمرنوا كثير وعيدوا 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 عن جد عيدوا تا تزهقوا لانه وقت تكرروا وتعيدوا مش رح تطلعوا مش رح يروح على 30 ولا 40% ومش رح يروح التراك مش رح اقول لكم رح يروح التراك. بس اقول لكم ليش الاعاده والتكرار لان الاعاده والتكرار واذا بتعيدوا الجمله عده مرات عده مرات عده مرات بطريق بالذات هيدا بتنطبع وهيدا اللي قايلينه هون بيسجل كل شيء وبدون ما تحسوا رح يعملها بصير ريفلكس بصير بالطبيعه. سو تمرنوا واوريدي ما تنسوا انه نحن عنا كثير فتره قصيره تنطلع فيها على الهواء يعني التمارين بتكونوا في اوقات نهار الجمعه بيتغيروا اغاني او بيتغير الترتيب فكيف يعني لازم نكونوا واعيين alert وعوا هون ما بقى تروحوا كثير. نحن الشرق بعلمنا بالشرق ومفهومنا الشرق كثير بنروح عواطف منخلي العواطف تتحكم فينا ما تخلوا كتير العواطف تتحكم فيكم. بناحية تانية الغرب كتير العقل بيتحكم فيهم بالفن كمان مش حلو فحاولوا تلاقوا هالمدوي هالطريق النص هالبالانس نقدر نستفيد من عواطفنا بعقلانين لان بالعواطف كتير ممكن مش كتير اكيد you're gonna lose it أكيد بس موجود العاطفة شلون بتروق يعني متعودين عليها يعني العاطفة بشو يعني تقول لك شغلة في كتير أغاني أوقات بتغنوها دقدوق بتحط العاطفة غلط شيلوا هالعاطفة هالعواطف. العاطفة حلوة بس العقل كمان يعني الاثنين حلوين امزجوا بيناتهم مش كل الوقت نحن كتير عاطفية بالشرق كتير عاطفية بالشرق تعلموا شوي نكون واقعية ولوجيك واقعية تعلموا شوي نكون واقعية ومنطقيين وعقلانيين كونوا شوي هيك معليش مرة بتذكر كنت بإيطاليا وكمان كنت تلميذ وعم غني كنت معلم دور أوبرا هون بلبنان تعلمته ماي جاد رحت لهونيك على إيطاليا عم غني شوفهم كله عم يتضحكوا جيت one of my friends قلت له شو ليه عم تضحكوا؟ قالت لي مين قايل لك هالقد تكون سنتيمنتال وهالقد عاطفي انه كل الوقت قالت لي بعدين ما تخلينا نحن عم نضحك انه تو ماتش. فقعدت انا هيك انه اجى المايسترو اجى قال لي هي الاريا از ا سونج يعني غنيه بقلب الاوبرا اريا قال لي هي الاغنيه بتقول انه يور فريند رفيقتك عم بتموت وانتو ما معكم مصاري فنازل تبيع الكوت المعطف الموتو تبعك بلابوان بك تبيعك كلمة تجيب مصاري تجيب دكتور لرفيقتكم فعم غني الاغنية مش لإلها عم غني الاغنية للكوت فشوف المنطق وين هي اللحن فاري مارش تعرفش يعني ما دوم 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 في نابر
مارش في ناب يعني جنازة بعيد من هون. أوكي؟ بس جنازة لمين؟ لا هي عم تموت. أوكي؟ هلا أنا أخذها هيك الفكرة إنه هي جنازة عم تموت يعني أنا نويح وندب. فأخذتها دغري على الشرق عنا وبلشت نوح وندب. فكله صار يضحك وإنه جاء قال المايسو حبيبي هل هي عم تغني للكوت إنه شقفت ماذا رايح تبيعه؟ تجيب قرشين تجيب على شو البكة؟ وين البكة؟ قلبك معاورك على الكوت يعني ايه انه ما ليش يعني مشينا. فتتشوفوا عن جد نحن قديم نحب الدراما. بلا دراما خلط. هي لحظة فكر فيها لحظة بينك وبين حالك. اوكي زعل مش ضروري الزعل يكون مش ضروري ونحن هاي عنا اياها ومزبوط معهم حق. بس وصلت المساج. It's in our culture. هاي بالكولتور تبعنا الشعوب العربية. وصل مساج. وصل مساج. دخلك ليه دايما بتاخد الاشي على حالك دايما انت؟ لا عليكم كلكم عم بحكي لانه عم بحكي عن حالك كمان. فعرفتوا انه اوكي يعني بس انه مش لهالدرجة. واكتشفت بعدين انه وقت تحطوا المينيموم بيأثر اكتر. هي نظرة صغيرة ما بدها دراما. حركة صغيرة بالمغنى عربة صغيرة هي اللي بتعطي الإفكت. ايه يعني حلو بساطة. اسمعوا الكبار كي بيغنوا. اسمعوا وديع الصافي. اسمعوا أم كلثوم. اسمعوا فيروز كيف بيغنوا. كلهم كل هالكبار. ولك أم كلثوم ساعتين أنا بستحلي اسمع عربة مثل وقت بيغنوا لها هلا. هذيك المرة عم بسمع حدا عم يغني لأم كلثوم من أول غنية بلشوا عرب. من أول الفوتة فايتة بعربة. طب إذا فايتة بعربة شو خليت لبعدين؟